وفاة الشيخ كريم الغوزي والد المقرئين المغربيين الشهيرين أنس والزبير الغوزي ونموذج الأسرة القرآنية. ضج فيسبوك أمس الاثنين بخبر وفاة الشيخ كريم الغوزي والد القارئين الزبير الغوزي وأنس الغوزي. وحسب معارف الراحل فقد كان رحمه الله حريصا على تحفيظ أولاده جميعا القرآن الكريم، كما أن زوجته أيضا حافظة لكتاب الله عز وجل. وجاء في تدوينة تعزية منشورة على فيسبوك: الموت حق على كل حي ويبقى الحي الذي لا يموت، فحين يأتينا هذا المصاب الجلل في من نحب تختلف ردود أفعالنا معبرة عما تختلج صدورنا من الحزن والأسى. حبيبنا وصديقنا الغالي سيدي كريم الرجل الطيب المحب لأهل القرآن والعلماء، نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والدخول لجنات النعيم. وسبق للراحل أن شارك في برنامج مشروع الأسرة القرآنية فرحمه الله وأسكنه الفردوس. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في.